يا 200 مليون ويلكم everybody، معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم شباب في الحلقه اللي مش عارف كام من سلسله الازمنه. في كل حلقه من الحلقات دي احنا بنتكلم عن زمن معين. النهارده هنتكلم عن زمن بسيط جدا وجاي من اسمه اللي هو البريزنت سمبل. البريزنت سمبل، ويا ريت بلاش تقولها بريزنت سمبل، واخد بالك انت بريزنت سمبل مع مدوسه او سمبل يعني. والله دمي خفيف. فبص يا جماعه، المضارع البسيط ده انا بتكلم عن حاجه بتحصل بشكل دوري، حاجه بتحصل بشكل نمطي، حاجه بتحصل بشكل بقى سنوي شهري يومي او عاده. على سبيل المثال I drink coffee every day. حتى لما قلتش every day I drink coffee، ده معناه ان انا في العادي انا بشرب كافي. كل البشريه we go to work every day، we go to work every day، احنا بنروح الشغل كل يوم، فاهم قصدي؟ فهو الموضوع فعلا بسيط خالص، انت بتتكلم عن حاجه عاده بالنسبه لك او حاجه بتحصل بشكل نمطي ليها pattern او بدوي يا جماعه الكلمه دي مش باترن او الحاجات دي، لا pattern واخد بالك انت pattern. احنا بنستخدمه في الحاجات اللي ليها نمط عادي اللي بتحصل بشكل دوري اللي هي تعتبر الى حد ما عاده. خلونا ندي example. she plays guitar، ده معناه ان هي في العادي هي بتلعب جيتار يعني. واخدين منكم الحاجه؟ احنا هنا ضفنا اس ليه؟ بص، شكل الفيرب بيتغير في المضارع البسيط او البريزنت سمبل مع هي وشي وات. كل اللي بيحصل له ان احنا بنضيف عليه اس بس في الاخر. مع بعض الافعال مش بنضيف اس بس، بنضيف حاجات قبلها تاني او بنغير شويه حاجات قبلها. She studies math. واخدين بالكم الفيرب ده كان اخره واي بس غيرناها، يعني شلنا الواي وحطينا اي اي اس. She studies math. خلونا ندي اكزامبل تاني. He flies to France every year. He flies to France every year. طبعا احنا مش قصدنا بفلاي ان هو بيطير يعني، لا بيطير فلاي انت ممكن تستخدمه ان هو يعني بيسافر بالطيران يعني، تمام؟ واخدين بالكم تاني هنا الفيرب كان اخره واي فاتغير بقى اي اي اس. He flies to France every year. انت ممكن بقى دلوقتي يجي سؤال في دماغك، طيب انا اعرف منين اذا كان الفيرب ده احطه اغير الواي اخليها اي واحط اي اي اس في الاخر؟ طب احط اي اس بس ولا احط اس بس والكلام ده كله؟ بص هقول لك على حاجه، لو فضلت ماشي ورا القواعد في الموضوع ده هتحس ان الدنيا زنقت على بعضها. فنصيحه مني يا عم الناس، خدها بالبراكتسنج فقط لا غير، وانت مع الوقت هيبقى عندك السنس بتاع اللانجوج، فاهمني؟ يعني مش هتقعد بقى تدور طب احط دي مع دي ايه، احط ده مع ده ايه، لا انت والله فعلا انت مع براكتسنج مش هتحتاج اصلا ترجع للرولز او القواعد في الحاجات المعقده المعفنه المنتنه دي. نيجي بقى لطريقة النفي في البريزنت سمبل او طريقة النفي في المضارع البسيط. بكل بساطة انت هتقوم حاطط doesn't او don't وبعدها الفيرب على طول. طب الفرق ما بين doesn't و don't ايه؟ doesn't بتيجي مع he she it، don't بتيجي مع كل البرونونز الباقية بما فيهم I. على سبيل المثال he doesn't travel to France. He doesn't travel to France، يعني هو مش بيسافر لفرنسا اصلا. ندي example تاني بقى على حاجة مع we مثلا. We don't talk anymore. وده كان الاكزامبل بتاع وي. فتاني انت بتحط doesn't مع he she it، بتحط don't مع كل البرونونز الباقيه. نيجي بقى لكافيه السؤال في البريزنت سمبل او في المضارع البسيط. انت بكل بساطه عامل حاجه بتحط do او does. Does your son eat fruits؟ Does your son eat fruits؟ يعني ابنك او ابنك بياكل فاكهه. اخر اكزامبل انا دي do you love me؟ احفظ الاغنيه دي احسن، هتسهل لك الليله كلها. بس كده يا جدعان، فثانك يو فيري ماتش فور واتشينج. هنستنى ان شاء الله الكومنتس بتاعتكم بالاكزامبلز الجميله الوديده، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده اللي برده مش عارف رقمها هيبقى كام. ثانك يو فيري ماتش، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.